فاب الفوشي يوما يا ويلي زينغو يهيس يا ويلي زينغو يهيس ما بم على وهم الا الهامي سنسير غيس يا رفاد الفوشي يوما يا ويلي زينغو يهيس يا ويلي زينغو يهيس ما بم على وهم الا الهامي سنسير غيس شحوي هوا اللي دا وحركه تحرار دا وحركه تحرار يا ما تمدد الكاهينا لا حالو قستو ناتشد شحوي هوا اللي دا وحركه تحرار دا وحركه تحرار يا ما تمدد الكاهينا لا حالو قستو ترفد الفوشي يوم يا ولي زنقو يهيز يا ولي زنقو يهيز في دوا واحد سير تاتها مرت مدهات لالو شهر يرفي بالفوشي يوم يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس باب معلا وعمل كيف بدا وش قلت له؟ كيف تخليه ترعد؟ كان يلعب كل شو حد من تجريخه وش ندير نقوله عزيز عزيز بركة وسكينة هذا الصعب هذا الشرف كبير Yeah.
شويق بكاسة يا شوق الثمن عراش وعذرني خبثني سكنينة يا شوق الثمن وراث وعذرني غلف جوش خلية هذي ما يعلاها نغاب الدوب نوع المياريا كانت إرادة كبيرة، كانت نزيدوا حتى من جهة من جهتنا، بس حوشا كانت الفريق تاع باش فريق تاع الباخ يمشي قدام، حتى كنت تبعوا الميكانيك ولا ما كانش، ما عندنا لا سبونسور، هذه كانت البلدية هي المول الوحيد، كنا نمشوا على حسب الظروف تاعنا، كنا عشنا مع الفريق، صعبت لنا الأمور بس كنا دائما كان عيسى حجي ربي يرحمه كرئيس، كان حمد لاليك حافظ كمشير، انا كامين عام تاع الفريق، كان معنا صالح هاشمي كتريزوري، اتحاد عنابه في كاس الجزائر في قالمه، وين ربحنا 1-0، كان فيها شريف، كانوا لي فزاني شريف وخوه، كانت بومبا، كانت قدور تاجر، كانت قوتي، كانت تدير، مي خلى التاريخ اسم تاعي. كيما تقول شريف، كيما شريف نقول كلمه شريف. جانا من هاي البيضاء قبل كلمة أخويا الشريف أنا أترحب على أخو عبد الله أخوشي ربي رحمه شرف أهلا وسهلا في دارك أخويا الشريف عبد الله وصالح برصاص ربي رحمه أخونا الشريف في جانا من البيضاء معروف وبني التعريف في وسط الرياضي والحق كان من اللاعبين الممتازين في صفوف جانا البيضاء في الواقي نعطيه ربما راح يدري ببعض الفكريات اللي عشنا في مدينة ثانية مدينة الواقي
نشكر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية واش راه نحكي لكم انا لاني اللي عقبت الاتحاد الشعبي هنا عاش مزيان. عام واحد ما عشتش طول عمري. الناس خزوني السما يعني كثر خيرهم. شرفنا البلاد كما ينبغي. واش يعني سنسلموا يعني لعبتي يوناني تقول لعبت كينزو. السلام عليكم. واش عمركم عقبت عام والله 85 86؟ عقبت عام اخوتي ما شاء الله. ثاني واش نقول لك الماتش اللي نكملوه نتهزنا بالدوش. جامد. واحد مره لعبنا ماتش مع الحر الخلاء ربحنا 3-1. والله هذا كان جابي سيبات مو عندهم مو ولا حاجه قلت له جابي سيبتك مو كان هي واحده وشوطه انت جوز ولا نجموش صفر تهبيش كان واحد الناس اللي حضر هذاك مو شوف اللي كان هذا المكان اشتيوك اشتيوك والله انا على الارض سيبات مو تقتل عقبنا عام عام يعني الله يبارك من تحية كل شيء حتى لو كوميتي الله يبارك كنت نسيت
ما تعرف ما عطانيش المبالي كما تيشريش وطلق نهزلو حجرة خمسة وتكلمة منه خمسة أنا كي ندخل استاد راهو ما نعرف أنا يدل على أن استاد كان تراب كي بلي بنات لعبنا كوري بلي بلوح ونعمل لعبنا رمي ما ربحنا خمسة ثلاثة نحن خمسة ثلاثة ماركي ثلاث بيوت وتسجلت فيه نحن ندو الكلمة السيد نصر موشي نصر صحيح يا الله كينا واحدة وكينا واحدة السلام خفت بعد هذيك واحدة جيلة بعد اسمي هون ويش فيه هو كان شيخ لهنا قرافة عند عبد الرحيم بعد قرافة عين ليس جيجة قال واحد المقولة إلى كان وحي حي ربي إيش فيها وقالوا مريض قال ما في نطار سعين البيضة وكون يخيروني بين وين نعيش نعيش في كاروبا قال كانوا يخيروني البلاد في العالم في العالم قال مش في الجزائر يقولي لي مش البلاد تحب تعيش فيها ولا نعيش في كاروبا احكي لنا شويه على السياره هذه السياره هذه كوشي واللي بتي احنا مع بعض هي تكلم اللي بوشهم بعد الشيء يوم كيموت يوم هذه شهادة حتى ما تروح على الله أنا كل شر بالهراسة وضيق ذي العادة وضيق نص ديال بسمية يا ذي العمان ويا بدوك العمان سويتها يا ابو زايد وهاتوا يا ابو